وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. إذا علمنا أن الله حرم الجنة على من كفر به، من لوازم هذا أن نعلم أن أعظم نعمة هي نعمة الإسلام. وكان من دعاء نبينا: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الله جل وعلا إذا أحب عبدا توفاه على الإسلام، وكل شيء يقبض منك له عوض، إلا عياذا بالله أن يقبض منك دينك حتى تموت على الإسلام. كن في قلبك فرحا أنك تعبد الله، لا تفعل العبادة تخلصا، بل افعل الطاعة قربة إلى الله. ونعمة العقل من أجل النعم، بدليل أن القرآن والسنة أو الشرع جاء بأن العقل مناط التكليف، فإذا زال العقل برهة أو كلية أو مناما ارتفع التكليف، رفع القدم عن ثلاث، كلها متعلقة بزوال العقل. من كمال العقل أن تكمل مروءة الإنسان، وقد قيل: العقل يأمر بالأنفع والمروءة تأمر بالأرفع. ذو العقل يشقى في النعيم بعقله، وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم. والمراد من هذا كله أن العقل من أعظم النعم الدنيوية الباطنة التي يؤتيها الله العبد. وأول مراحل وخطوات شكر النعم أن نعترف أنها من الله، وأنها فضل محض، وأن الله جل وعلا لو شاء أن يسلبنا إياها لسلبنا إياها. ثم نحمده جل وعلا عليها، نثني بها عليه تبارك اسمه وجل ثناؤه، ثم نستعملها، وهذا المقصود الأعظم، نستعملها في طاعته. فلا يقبل ولا يعقل أن نقرأ سورة يمتن الله جل وعلا فيها بما سخره على عباده من عظيم النعم وجليل العطايا، ونحن نتقلب في نعم الله تبارك وتعالى ونرتع فيها، ثم لا يكون منا شكرا لله تبارك وتعالى لها.